اخوان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، صباح الخير. انا احد اخوانكم المتسبين قوات الامنيه، حاليا بدياله بجلولاء. فاخوان خليك بالبيت، اقسم عليك بالامام علي، اقسم عليك بالامام الحسين، قريه كامله مضروبه يمنه، قريه كامله مضروبه يمنه بامراض كورونا، واللي ينطلبه من عندكم خليك بالبيت. يعني نقول لك خليك بالبيت، لازم تساعد قوات الامنيه، احنا خوفا عليكم. هاي تشوفون هاي السيارات، هاي السيارات راح تاخذهم للحجز، يعني ياخذوهم للحجر الصحي. فاللي ينطلبه من عندكم حج، ايش عندك؟ الولاده. وينها سيارتك؟ المره وينها الولاده؟ توكل. ترجع وياك بطاقه من المستشفى. والله انا شع عمليه جزء اليوم من بعد. توكل بالله. ممنون عني. توكل بالله. فاخوان خليك بالبيت، اقسم عليكم بالامام الحسين، اقسم عليكم بالامام علي، ان تحافظون على ارواحكم وتبقون بالبيت ولا تاخذون الامور باستهزاء. ترى الامور مو مثل ما تتوقعونها سهله. باعوا هاي الناس هنا نرحام يا معودين، يا اهل الغيره لا تطلعون، يا بالله عليكم ما بها مجال. فهسه حاليا لمن انصابت عندهم قريه كامله بسبب مره واحده عدت لها قريه كامله، وجاي يشوفون هاي انتم سيارات الحجر الصحي راح تاخذهم للحجر.